بخصوص مسألة الارتفاع المحسوس في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وهو ما لمسناه أيضا معكم خاصة في الفترة الأخيرة. وكما سبق لي وأن ذكرت، لن أطيل في تدخلي حول شرح الأسباب، والتي الكثير منها معروف، حتى لا يفهم من تدخلي بأنني أدافع أو أقدم تبريرات لذلك، بقدر ما سأركز على الإجراءات التي اتخذتها الدولة وستتخذها في الأيام المقبلة إن شاء الله بهذا الخصوص. اسمحوا لي أن أشير إلى أن معدل التضخم قد بلغ 5.1% في شهر أوت الماضي، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة بشهر جويليا أين بلغ 4.5%. وأشير أيضا أن العديد من دول العالم سجلت معدلات تضخم مرتفعة جدا، وهي حالة ظرفية ناجمة عن تداعيات الأزمة الصحية العالمية والتي أدت إلى انتقال التضخم المستورد لعدة دول. ولا يخفى على أحد ارتباط أسعار بعض المواد الغذائية المستوردة كالبقول الجافة بالأسواق العالمية، والتي عرفت ارتفاعا محسوسا جراء الأزمة الصحية التي عرفها العالم. هذه الأخيرة أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل الدولي، وكذا ارتفاع أسعار بعض المدخلات وعوامل الإنتاج التي أدت إلى زيادة في ارتفاع الخضر والفواكه الطازجة وكذا اللحوم الحمراء خاصة البيضاء منها. وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أشير بالنسبة للنقل الدولي بأن الفترة التي عرفناها سابقا والتي كانت متميزة بالتهاب وباء كورونا، عرف النقل البحري للبضائع ارتفاعا رهيبا، حيث كانت الكونتينر يعني كانت الحاويات 40 قدم تنقل بحوالي 2700 إلى 3000 دولار في هذه الفترة، يعني انتقل هذا السعر إلى أكثر من 10500 دولار. وأترك لكم يعني، وهذا ليس حصرا على الجزائر ولكن على مستوى كل دول العالم، ولكم أن تقارنوا مثلا ما يجري على مستوى ميناء روتردام الذي يعتبر الأكبر عالميا، أو الموانئ الأخرى على مستوى العالمي، لتلاحظوا يعني مدى ارتفاع أسعار النقل والشحن البحري. وسوف أعود إلى هذا فيما بعد. إن ارتفاع الأسعار وإن كان راجعا نسبيا للأسباب التي سبق ذكرها، يجدر أيضا التنويه بأنها راجعة كذلك إلى بعض الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية لبعض من باعوا ضمائرهم من أجل غايات مشبوهة. وبغرض التحكم في ارتفاع الأسعار، وفضلا عن الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير القطاعات التي تضمن تمويل السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع بالكمية والنوعية المطلوبتين كقطاع الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعة الصيدلانية وغيرها من القطاعات، اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستعجالية قصد ضمان التمويل المنتظم للسوق بهذه المواد، وكذا استخدام جميع آليات الضبط من أجل كبح ارتفاع الأسعار، كما ستعمل على تكثيف عمليات وآليات الرقابة وتشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين ومحاربة الممارسات الاحتكارية والمضاربة التي تعتبر من العوامل الرئيسية في ارتفاع الأسعار. وأعترف أمامكم أن الحل الوحيد الذي يضعنا في منأى عن تقلبات الأسعار وفجائية النظرة هو الاكتفاء، الاكتفاء الذاتي وإنتاج كل السلع التي نحن بحاجة إليها. وبخصوص مسألة إدماج المنتسبين، منتسبي جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج